حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج صوتكم. جولتنا لهذا اليوم راح تكون بسوق الكاظميه ايضا، ابقوا وياي وتابعوا تفاصيل هذه الحلقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله، إن شاء الله بخير، إذا أنتم بخير. خير إذا أنتم بخير. أبو منو حضرتك؟ أنا أبو مصطفى بهجت. أبو مصطفى بهجت. صار لك كم سنة في هذا المحل؟ يعني أغلب أسواق الكاظمية قديمة. قديمة. ومحلاتهم هم صحيح. يعني. صحيح. أنا صار لي هنا من 2015. جينا بباب المراد، يعني جينا من باب المراد. لهنا بال 2015. أي. بس احنا شغلتنا تقريبا ورا السقوط من صار، يعني من 2003 فما فوق اشتغلنا بهاي الشغله ما شربت. فصارت عندنا الحمد لله خبره، وصارت عندنا وعندي المعامل، يعني الكاظميه ما شاء الله كلهم معاملي وناسنا حلو. اي ومن المحافظات هم يجونا لهنا. يعني صيتك واصل للمحافظات؟ الحمد لله. وين متعبين؟ وين متعبين؟ الحمد لله بدون مبالغه. يعني. تستاهلون. اهلا وسهلا. زين، انت عاده يعني الشربت او العصير يعني. نعم. لك واهس فيه بحيث انه انت تسوي خلطات له طريقه خاصه بيك، لو لا مجرد للعيشه؟ لا لا لا، اكيد يعني شلون حب المهنه. ايه. وحب يعني الشغله، فانا رجال كاسب. فاشتغلت كل الشغلات، اخر شيء استقرت هنا. شنو اشتغلت بالله عمك؟ يعني اشتغلت بالنجار قالب، اشتغلت بالعماله، اشتغلت بامور هواي اشتغلت بيها. اخر شيء اخر السنه هاي راحت. زين، اشتغلت هاي العصاره. هاي العصاره اللي اشوف فيها؟ ايه. يعني عصاره كلها تفيد شلون الفاكهه التنين، كتبت عليها لا تقدر بثمن. ليش؟ لان ما انا ما شايف فاكهه يعني شلون تقولين تفيد الضغط والسكر. التين الشوكي؟ التين الشوكي هذا شويه غالي، ما قدرت اشتغل بيه. اي لان شويه غالي، يعني لان انا دا اشتغل شلون درجه اولى. لعد اي فاكهه تفيد الضغط؟ الفاكهه اللي تفيد الضغط والسكر بان واحد هي فاكهه التنين. ايه. يعني فاكهه التنين فالشيء كلش مرتب. زين، فكتبت عليها لا تقدر بثمن هنا. لا تقدر لتقرير. ايه. نعم. حلو، يعني انت شلون احنا نقول محل عصير وبجانب طبي همينه، جانب صحي. الحمد لله وشكرا. اي تنصحهم مثلا الزبون من يجيك تساله عندك ضغط وسكر؟ اكيد. وتسوي له عصير على ضوء حالته الصحيه؟ على ضوء حالته الصحيه. اي ما تخربط عندك فد يوم واحد هنا ابو سكر وتنطي فاكهه. بعد سكر فول. اهم شيء فقره المي، يعني اشتغل بهذا المي. او اشتغل بهذا القلب بس زاغي. يعني مي مقطر. مي ارو هذا؟ أنا شو أفكر؟ أفكر هذا الشخص راح يشرب يصير برقبتي. تعرفين شلون؟ فما أنطيه مثل مي. يعني شغل بضمير عاشق إيدك. أكو هنا محلات يستخدمون مي البوري، يعني للأسف باقي الدول مي البوري مي للشرب، وإحنا هنا عندنا مشكلة بمي البوري، ما نقدر نشربه أصلاً. عفوا بالنسبة لي هذا بس مال غسل مسوي، مال مي البوري. مي البوري. قبل كنا بالثمانينات، بالثمانينات. كنا لا نجي على البوري قبل نشرب. هسه شوي الوضعيه بعد اختلفت، والمجال الصحي مختلف. يعني. زين؟ اي الحمد لله. الف الحمد لله. أي. اطيب عصير تسويه هنا شنو؟ هو حسب يعني كل واحد مثل، وإلا مثل شلون يعني رغبه بهيك عصير. اي يعني إلا رغبه او يدور فائده. تعرفين شلون؟ يعني يدور فائده يعني اكثر نوع عليه سحب. انه انت متميز يعني ها هسه احنا مثلا عندنا عصائر الشتاء، ايش تبدي مثلا؟ الكوكتيل نعتبره شتوي، المشمش الطرشانه انا اعتبرها شتوي، الموز كذلك هم شتوي. بالنسبه للبرتقال والبطيخ والليمون نعناع والزبيب هذا نعتبره صيفي. زين، ايش سعر القلاص؟ سعر القلاص عندي ب 500 وعندي ب 1000. يعني ابو 500 شلون مثلا هيك؟ يعني حسب الحجم. حسب الحجم. فاكو بيوم يريد ب 1000، فاكو بيوم يريد ب 500. زين، انت قريب من عندك مطعم، عاد هذا المطعم فايدك؟ لا. والله كلنا ناكل من عندهم. تاكل من عندهم وهم يشترون من عندك؟ اكيد، شلون؟ يعني الناس تقعد هذا يدزون ياخذون يعني ويا يعني ويا الاكل ويا هذا ياخذون. ايه. زين. انا اريد هسه اسالك عن سوق الكاظميه.
شلون وياك؟ راضي انت على السوق تغير نحو الأسوأ نحو الافضل؟ بالعكس احنا هنا ان شاء الله كله نحو الاحسن. ليش؟ لان جاري يحب جاره، واحد دار باله علاق ما اعرف شنو، يعني اذا نسيت في حاجه خارج المحل وعز المحل القيها ثاني يوم حجار. يعني لهالدرجه. امانه. الحمد لله. زين. شنو محتاجين بهذا السوق؟ تبليط، كهرباء. والله حاليا يعني هي الكهرباء بالوقت الحالي كل زين. ايه. والماي هم اذا ينقطع كل زين. نعم. شنو؟ مثل الخدمات امانه العاصمه ما مقصره هنا. أمانة العاصمة مال كاظمية. إيه شنو مقدمة لكم أمانة العاصمة مال كاظمية؟ يعني مقدمة مثل النظافة، الأمور الأخرى هم يعني تكرمين مثل مال مجاري ما مجاري يجون كلها يفتحوها، وهذا يعني مثل مسدد ذاك اليوم العفو المجرى هنا يجوا الولد فتحوها، أو مثل تكرمين الزبالة مثل تتكوم يجون الصبح يشيلوها، يعني أمور هواية أمانة العاصمة احنا مشكورين لها. زين. يلا زين مدحت على الأقل فجيه. لا لا شلون لا. تستاهلون كل خير، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، أنا ممتنة. بعدنا مستمرين وياكم، خلينا نتجول بالسوق ونشوف شنو المضمون. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الصحة؟ الحمد لله. شفتوا شلون؟ أبو منو حضرتك؟ أبو حسين. أبو حسين. عمو أني يفترض إنه البرنامج أو الحلقة انتهت. زين. بس أنت قلت عندي مناشدة. مناشدة. قبل ما نحكي بالمناشدة هذه البسطية إلك. شنو تبيع هنا؟ بنطلون قميص. إيه. بنطلون قميص. وأني خريج بكالوريوس قانون. وخريج علوم إسلامية ماجستير هنا. وعندي 3 شهداء الله يرحمهم، ابويا وامي واخويا من الدرجه الاولى. يعني سويه استشهدوا؟ لا، اخويا استشهد بال 2003 مقدم بالجيش العراقي، خرج كليه عسكريه دوره 71 الله يرحمه برستمية. اي العراقيين كل بيت باكثر من شهيد، والارهاب فجروا بيتي بالغزاليه وعندي الاوراق التحقيقيه موجوده. ليش فجروا بيتك بالغزاليه؟ لان كانت وقتها طائفيه من فجروا الامامين العسكريين عليهما السلام. اي فصارت طائفيه، انا قاعد بمنطقه سنيه ففجروا بيتي لان انا شيخ. بس الحمد لله والشكر رممته وقاعد والحمد لله والشكر. ها يعني من بعد ما فجروا بيتك رجعت بيه رممته؟ بال 2012 اي بال 2012 وبعدين بعته ما قدرت اقعد بيه لان تعرفين. اي وين هسه انت قاعد؟ بالحريه بالدوله. ايجار له بيتك؟ لا لا بيت ملك الحمد لله والشكر، بيت ملك. الف الحمد لله. بس انا مناشدتي لوزير الداخليه. اي شنو مناشدتك؟ عيننا الك. اي الله يخليك، انا عندي ابني خريج كليه هندسه. ما شاء الله. طائرات مسيرة، طلع ثاني على القسم، يعني ثاني على العراق. الأول على العراق راسب من العام. ابني ما راسب، المهم صار ثاني، فقدم على المعهد العالي. هو معدله 80 إلا شوي. نجح فحص طبي. إيه. نجح فحص بدني. قابل. إيه. وجو طلب معلومات. قابل منو؟ مدير المعهد. إيه. مسوى لهم مقابلة، ينجح بالفحص الطبي والفحص البدني. يسوون له مقابله. أي. قابل حال الطلاب اللي نجحوا. اي زين. ومن قبل؟ وجوا على يعني اللي يجون عليه طلب معلومات بالمنطقه باعتباره مقبول. اي زين. فجوا علينا طلب معلومات بالمنطقه والمختار والامن الوطني والاستخبارات وزكونا بين احنا عائله يعني زين. اي من طلعت الاسامي ابني ما طلع اسمه، بينما اللي اقل من عنده معدل طلع اسمه. ليش يسوي هيك؟ واحنا ابناء الشهداء. فاني مناشدتي لوزير الداخليه، واخويا كان امر السريه مال عبد الامير الشمالي، يعني هم اخويا دوره 71 عبد الامير دوره 73 كليه عسكريه. زين انت ما رحت راجعت سالت ليش ما طلع اسمه؟ لا انا رحت مره للمعهد قالوا انتظر بلكت على الوجبه الثانيه، طلعت الوجبه الثانيه هم. وهم اسمه ماكو. هم اسمه ماكو، بينما اللي اقل من عنده معدل، اقل من عنده معدل ما يعني انقبله. هو شنو نفسيته بعد ما شاف وجبتين ماكو اسمه؟ والله العظيم نفسيته مكسوره بالبيت، هسه باليوم امه تطبب له وجبه واحده ياكل وما يقبل يطلع. والله سبب هذا الموضوع؟ اي لان هو ثاني على العراق وهسه يقدر يصنع طياره ويقدر يضرب بالليزر. بالطائره يضرب بالليزر. يعني هذه طاقات شبابيه. هي طاقات شبابيه. يعني من المفترض انه يتم استثمارها بشكل صحيح. بالذات بوزاره الداخليه يعني.
هو نجح فحص طبي ونجح لياقة وقابل ونجح وجو طلب معلومات بالمنطقة علينا. أيه. ليش اسمه من الاطلاق؟ وثاني على العراق. والله عمو انا اتمنى أيوة من وزير الداخليه السيد أيوة عبد الامير الشمري أيوة. انه يشوف هذا اللقاء اي والله كل ممنون ويسمع هذه المناشده اي والله وان شاء الله يا رب بخير. رحم الله شكرا جزيلا اشكرك رحم الله على راسي ممنون من نشاطك الله يحفظك عمو. الله يسعدك حجي. اهلا وسهلا كثير الهلا حياك فضل. الله عمو شلون الصحه؟ الحمد لله. ابو من حضرتك؟ يا ضغط السكراني وين الصحه بعد؟ ابو ميقات. الله يطول بعمرك ان شاء الله. الله يخليك تسلمي. انت من اهالي الكاظميه؟ نعم نعم. اي وين تسكن بالكاظميه؟ بشارع النواب. شارع النواب. شلون هالكاظميه وياك؟ الكاظميه ممتازه بس شنو هو؟ جميع المحافظات العراق اللي تجون هنا مركز تجاري اصبح الكاظميه. الكاظميه اصبح بالعراق مركز تجاري احسن من كل المحافظات، كل المحافظات يجون هنا يشتغلون يعني شغل ممتاز يعني يدورون شغل سكن بسيط رخيص، هاي بالنسبه المختصر عن الكاظميه. اهل الكاظميه ناس بسطاء حقيقه، ناس عمال وكسبه وناس بسطاء وطيبين. ويتلقون الغريب كل رحابة صدر ومن ضمنهم اني فاتح بيتي لهم على الراس الله يخليك. دائما اجي الكاظمية القى في حواله ابو ميقات. حملات الاعمار اللي صارت بالفتره الاخيره شملت منطقه الكاظميه؟ عندنا هذا الجسر ساعة عدن، هذا الجسر هو هو قديم، هذا زمان البكر الاساس ماله زمان البكر يعني الجذور مالته القاعده مالته زمان البكر موجوده. قاموا شو يسوون الجماعه؟ بيها فلوس بيها ورب بيها بوق، فاختاروا هذا المكان طلعوه زمان بكر، هذا تاسيس الدنك قديمه طلعوه على اساس يبنون جسور مسلقه يسد الحاجه مال السيارات. يعني هذا المشروع اللي بدوا به هسه صدقيني 5 سنين ما يخلص اذا ما بي بوق، اذا ما بوقوه 5 سنين هم طبعا يبوقوه، لان هذا المشروع دسم وقوي. انتوا بكام تبلشون الشغلات قديمه صار 50 سنه مدفونه. يبنوا سكن، يبنوا سكن للناس بسطاء كل واحد 50 متر خليه يقعد فيه سكن للعوائل. تبنوا هذا المشروع الفاشل، طبعا المشروع فاشل بس هو شنو ليش قدموا وتحركوا بي لان بي بوج والبوج ماله بالمليار يعني ما انبنت مجمعات سكنيه ابد ماكو طالعين ما صار اعمار ابد ماكو كل شيء ماكو. هو هذا بلشوا بهذا هسه بالجسور لان بي بوج على مود البوج بس يتركوه بوقوه يتركوه ما بيعمر كاظميه ما بيعمر طالعين مكان بيعمر كله تجاوزات ناس يعني وين يروح لعاد يشوف له قاعد تابع للبلديه يبني بيها حي ما شو اسمه حي بديش طبحه من يوم الشعله وماشي ناس هي تبني تسكن سكن ما عندهم. تدرين ان زمان احنا المصطفى الكاظمي قدمنا كم عريضه للطلب الاعرابي حتى زمان مصطفى الكاظمي 3 ملايين عريضه وكلها على شنو عم مقدمتوها؟ السكن على مود ارض يعني يعطينا ارض ونبني بيها تاريخي 3 ملايين عريضه ولا وحده وافقوا عليها كلاوات. بما انه قلبك محروق عندك مناشده تطالبنا بفد شيء؟ نطالب بشنو نطالب؟ طالب توفير العمل للناس انا ما احتاج ما ادري مو على بس الناس خريجين كليات معاهد تقنيات على الطالب الطالب عندكم بالدوائر موظفين صاروا 50 سنة مو صحيح؟ صح. اذا طلعوهم ايش عندهم لازقين؟ طلعوهم جيبوا شباب بو كان مخرجين عقل متنور هذا قديم صار له 50 سنة مكلبين به، ليش مكلبين به؟ ما اعرف ليش مكلبين به، طلعوا ما ادري مستفادين ما عنده يجوز يطلعون برا. عندك بالبيت احد دارس وما متعين؟ عندي زوجتي خريجه لحد الان ذيك قاعده بالبيت قاعده صارت تخرجت لحد الان قاعده خرجت إدارة واقتصاد قاعدة بالبيت أنا همين قاعدة وين تروح؟ تحياتنا إليك عمو شكرا جزيلا. شنو عندك مناشدة؟ الناس يشترون منا من عندك هاي الأكياس؟ بالكاظمية؟ إيه. بس من قوة الله يشترونها. ليش؟ بحمص. بحمص؟ بحمص. حامص بيهم. الناس يشترون من عندك هذه الأكياس ولا لا؟ إيه ما يشترون يعني حصل.
شو حصل؟ ودي لأهلي. اي وين اهلك؟ انا بالسماوة. اهلك بالسماوة؟ ايه. لعد ماما انت شلون هنا بالكاظمية؟ انا وابوي. انت وابوك هنا بالكاظمية؟ ايه. ابوك شنو يشتغل؟ ابوي ما يشتغل. كان يشتغل بالسماوة عتيق بس بطل. وانت تشتغل؟ بابا وين؟ بابا اهلي. وانا اخوان اشتغل هم. انت مو تقول اني ويا بابا هنا؟ اي وبابا وامي. بالسماوة لو هنا؟ لا هنا. خبرني. ما جاي من هنا. ايه؟ ما جاي. مأجر انت هنا بالكاظمية انت ايه؟ وبابا وماما. ايه. زين بابا وماما ما يشتغلون؟ ايه. انا اشتغل انا واخواني. عندك بعد اخوان هنا يشتغلون؟ اي شفتيهم باللقاء. باللقاء السابق اخذتهم. ايه. وانتم عايفين المدرسة؟ لا بالمدرسة بس نقلت كانت مدرستي باسمها. اه حلو. تداوم مدرسة وتشتغل؟ ايه بس نقلت لهنا. للكاظمية. ايه. اي صف انت؟ انا؟ ايه. بس ثاني. ثاني ابتدائي. ايه. ما شاء الله. شنو تريد انت اليوم من الحكومة؟ شنو ناقصك؟ والله ناقص ايه. هاي انت تريد فلوس، هذا طفل بعده بريء. ايه. ناقص عايش اهلي. ايه تريد تعيش اهلك؟ ايه. زين بابا ما حصل تعيين؟ شنو تعيين؟ تعيين يعني يتوظف بوزارة. وي حيرجع للجيش. حيرجع للجيش قدم؟ ايه. حيرجع للجيش. ايه هو قال لك؟ ايه. انا نسيت اسالك شنو اسمك؟ انا؟ ايه. سجاد. سجاد. عندي سؤال. وانت تداوم مدرسه؟ ايه. وتبيع هذه الاكياس؟ ايه. عندك الموضوع عادي لو مرات تنقهر؟ ايه. ما تروح تلعب ويا اصدقائك؟ لا. ياثر على دراستك؟ اهم شيء عايش اهلي. يعني اهم شيء تعيش اهلك. ايه. زين. شكرا سجاد على هذا اللقاء. شكرا. واني بعد ما يخلص اللقاء انا وياك نحكي، ماشي؟ وشنو تريد انطيك اياه؟ ماشي حبيبي؟ يلا سووا باي باي للكاميرا. باي باي. السلام عليكم. عليكم السلام. طول عمرك. الله يحفظك. ابو من حضرتك؟ ابو سداد ناطقاني. على راسي. سالم راسي. الله يبارك. كيف الصحة؟ زين الحمد لله. زوجته؟ نعم زوجته. جايين للكاظمية؟ تزورون؟ اي والله. اي والله. تسوقون همينة لو بس زيارة؟ نسوق القاسم الله نجيبه وياني. والله وجبت زوجتي لها خطية مريضة ادور لها مستشفى حلوة زينة وعنايتها لان حصوة بالمرارة. وهاي الحصوة كل ما هذه خطية هي تتأذى. وينك الحصوة بالمرارة؟ صار هي غير بالكلى صار بالمرارة. اي والله وانا ما عندي امكانيه. امكانيه صعبه تعرفين الدكاتره صحيح يساعدون الماء عندي بس ننحرج. نقول بكت الله على الله عسى والله. الله يساعدك حبيبتي. صار ايش قد هيك حالتك الصحيه؟ والله صار لها 7 أشهر 8 أشهر ما مراجعه. ليش ما مراجعه؟ رحت بس مره واحده وهذه. اي شنو قال لك الدكتور؟ قال لي حصل عندك بالمراره. ايه تحتاجين عملية لو فقط علاج؟ قال نشوفه انا تحتاجين عملية نسوي لها سونار. قاطع كلامك العفو. اخذوا لها سونار قال 10 ملم. وتعرفين اذا المرارة اذا كبرت القضية مالتها تنزل بالقناة الصفراء ما ادري شو يسموها هم. خربة دائما. أيوة خربط ما اكل اكل قليل. امكانية اسوي نفسي يعني تكون تلعب. الله يساعدك. زين شنو تشتغل؟ والله كاسب انا. يعني عمالي. شنو؟ عمالي. عمالي؟ اي والله. والناس ما تقصر وياي اهل الخير هم يساعدوني مثل وجهكم الطيب. حياك الله. الله يعني انت اليوم وصلت. اجيت تزور الامام موسى الكاظم عليه السلام. موسى بن جعفر نعم. تطلب من عنده؟ اي والله. شنو طلبت من عنده؟ والله شافي عافي زوجتي وشافي عافي كل مريض ان شاء الله. امين يا رب العالمين. اي جد تكلف عمليتها او المراجعه؟ والله بصراحه اول ما وديتها قال هاي مليون بالخاص. ايه؟ بالخاص مليون. قلت ابا هواي ما عندي. ما اي قلت ما عندي. ما راجعت مستشفى حكومي زين ببغداد؟ حكومي وديته بس قالوا ولا يعني تكمل استشاريه مالتي. ايه بالدور اخصائي. اخصائي احسن. اخصائي بالمستشفيات الحكوميه ماكو اخصائي؟ لا ما سالتي؟ لا والله مو مثل هاي الدكتور يعني الغره. ايه عندك دكتور خاص بيك تراجعي؟ ايه. ايه كم طفل عندك؟ ما عندنا اطفال. ما عندكم اطفال؟ اي ما عندي. ليش صار كم سنه من متزوجين؟ من 2019. 7 سنوات؟ اي والله. زين ما متزوج عليك. لا عدل وفاء.
صح لو لا؟ طبعاً. مرات تخافين تقولين لي يتزوج علي؟ لا لا عادي. شلون هيك مطمئنة؟ عادي. شلون مسيطرة؟ شلون مسيطرة عليك؟ لا ماكو سيطرة، هي الحب، الحب والاحترام حلو. حب حلو. حب واحترام ما في شيء، ماكو سيطرة، ليش المرأة سيطرة على حرية؟ صح. الله يخليك. حب احترام. نعم. ود عشرة. أكيد. أكيد. نعم هم يشاقون يقولون سيطروا هذه، لا يشاقون، لأن من بعد يعني الحب إله. إيش قد يكفيك عملية؟ إيش قد محتاج؟ والله ما تقصرون، والله والديكم، الله يحفظكم. واجبي. الله وانتم يعني انت الله تسكن ملائكه للارض تساعدون العالم. لا الله واجبنا وبالخدمه. انا ما اريد اعطلك اكثر. والنعم. هذا مبلغ مالي والنعم. بسيط مقدم حفظكم. من قناه الفرات الفضائيه ومساعده برنامج صوتكم ان شاء الله يا ربي يساعدك بالعمليه وبالمراجعه الصحيه. الله يوفقك وان شاء الله حبيبتي تسوين العمليه وتكونين بصحة وعافية. الله يحفظك. والله يرزقكم. طول عمركم. طفل. اللهم ربي يزيد خيركم بحق موسى بن جعفر. تفرحون بي. امين. ان شاء الله يا رب. دير بالك عليها. اكيد. وانت همينة دير بالك عليها. اكيد احمد الله والديك. شكرا جزيلا لكم. على راسي. تشرفت فيكم. تحياتي لكم. مع السلامة حبيبي. ما قصرتم. ما قصرتم. على راسي. وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم، نلتقي بحلقة أخرى إن شاء الله، إلى اللقاء.